كلها ترانسميشن لاينز. هو الترانسميشن لاينز بتبقى متقسمه لثلاث انواع، شورت وميديوم ولونج، وكل واحد بيبقى متصنف على حسب الطول بتاعه، ودي هي الاطوال اللي بتصنف على اساسها. دي البارامترز بتاعتنا الاي سيندنج والاي ريسيفنج والبي سيندنج والبي ريسيفنج، ودي المعادلات بتاعه التو بورت نتورك اللي احنا المعادلات الاساسيه اللي احنا بنستخدمها، اللي هي زي اللي اخدناها في السيركت الترم الاول. هنلاقي كده ان احنا مثلا لو عندنا السيركت دي هنطبق فيها قوانين كي في ال، هنلاقي ان الاي سيندنج هو الاي ريسيفنج لان هما متوصلين سيريس مع بعض، وهلاقي ان الفي سيندنج بيساوي الفي ريسيفنج زائد الاي ار في الزد اللي هو الفولتج دروب اللي حصل عند الحته دي. فمن خلال من خلال القانونين دول هنلاقي ان البارامترز بتاعه الشورت موديل ان الاي بتاعتي بتساوي 1 والبي بتساوي زد والسي بتساوي 0 والدي بتساوي 1. وهنا ونخلي بالنا ان الاي والبي والسي والدي بيبقى ليهم وحدات. لو احنا بقى عايزين نحلهم وان هم مكلكعين معانا ما ينفعش يتحلوا كده عادي بالتعويض، ممكن نحطهم في صوره ماتريسيز عادي. في عندنا بقى الفولتج ريجوليشن. الفولتج ريجوليشن ده اصلا ايه هدفه، او ايه يعني ايه السبب ان احنا بناخد الفولتج ريجوليشن اصلا؟ ان انا عندي الفولت عند الريسيفنج اند انا عايزاه يبقى ثابت عشان اللودز بتاعتي ما يوصلهاش فولت اعلى من الفولت اللي محتاجاه فتتحرق، او فولت اقل من الفولت اللي محتاجاه فيحصل مشاكل برضه. عشان كده انا وعشان كل لود بيبقى ليه باور فاكتور مختلف، علشان كده الفي سيندنج بتختلف على حسب كل طبيعه كل لود، اذا كان بيور ريزيستيف ولا اذا كان كاباستيف ولا كان اندكتيف، على حسب كل الحاجات دي بيختلف الماجنتيود بتاع، على حسب النوع بتاع اللود بتاعي بيختلف الباور فاكتور، وبالتالي بيختلف القيمه الماجنتيود بتاع الفي سيندنج اللي انا ببعته علشان اقدر اجذب قيمه ثابته للفولتج ريسيفنج. والرسمه دي بتبين ان انا هنا عندي في اللاجنج باور فاكتور بحتاج في سيندنج عاليه علشان تقدر تغطي لي الفي ار اللي انا عايزاه اللي هو مجموع الاي ار ار زائد الاي ار اكس ال. وهنا برده نفس الكلام، بس هنا عند اليونيتي باور فاكتور هلاقي ان الفي سيندنج اقل من الفي سيندنج بتاعت اللاجنج، وعند الليدنج باور فاكتور هلاقي ان الفي سيندنج هي اقل في سيندنج بتاعتي. عشان كده دايما الليدنج باور فاكتور هو معروف ان بيبقى عنده اقل فولتج ريجوليشن. هنا دي مساله عن الشورت ترانسميشن لاين، احنا ايامها عباره عن تعويض مباشر بس للقوانين اللي احنا استنتجناها قبل كده. فاول حاجه في اي ترانسميشن لاين موديل بنجيب اول حاجه البارامترز بتاعته، والبارامترز بتاعته بتتكون من الار والاكس والسي. بعد كده يعني هنعرف انها بتتكون من الار والاكس والسي. فالاول هنجيب الار بتاعتي توتال ونجيب الاكس ال توتال، وبعدين نجيب الزد اللي هي عباره عن ار زي جي اكس ال. وكده احنا جبنا الار والاكس، وهنعرف نجيب البارامترز الثانيه اللي في الشورت موديل. هي بسيطه، الاي بتساوي 1 والبي بتساوي زد وكده يعني، فهي بسيطه في الشورت ترانسميشن لاين. فاحنا كده جبنا الزد، هنعوض بقى عايزين نجيب هو كان مطلوب هنا ان احنا نجيب السندنج اند فولتج والسندنج اند ابيرنت باور اللي هي الاس، وكمان الفولتج ريجوليشن والترانسميشن افشنسي. ده لما يكون هو بيجي اصلا لاين بيوصل اس ار بتساوي 381 ميجا فولت امبير، وعاطيني الباور فاكتور بتاعي 0.8 لاجنج، وعاطيني كمان الفي ار بتاعتي اللي هي 220 كيلو فولت. فاحنا هنستخدم الحاجات اللي هو عاطينا لنا دي عشان نجيب الحاجات المطلوبه. اول حاجه احنا هو عاطينا الفي ار، يبقى احنا هنجيب عاطينا الفي ار، فهنجيبها هو عاطيها لنا في المساله باللاين، فاحنا هنحولها لفيز. بعد ما جبنا الفي بتاعتي بالفيز هعوض بقى في القانون بتاعي اللي هو اس بتساوي 3 في فيز اي ار اي، يعني في فيز ار اي ار. فاحنا كده عندنا الاس ار اللي هو عاطيه لي اصلا، وعاطيني الفي ار اللي انا حولتها لفيز. فاضل كده عندي الاي ار هو بس اللي مجهول في المساله. كده انا جبت الاي ار، بس انا كده جبته كماجنتيود ناقص الزاويه بتاعته. هو كان عاطيني كمان جيفن تاني في المساله ان هو بيقول لي 0.8 لاجنج، معنى كده ان الزاويه بتاعتي ثيتا في ناقص ثيتا اي بتساوي كوزاين انفرس 0.8، والثيتا في اللي هي بتاعت الزاويه بتاعت الفي ار هي اصلا بزيرو لان احنا بنعتبرها الريفرنس بتاعنا. فبالتالي احنا كده جبنا الثيتا اي من خلال المعادله دي، يبقى احنا كده جبنا الاي ار كماجنتيود وكزاويه.
بعد كده هنطبق في المعادلة بتاعتنا اللي هي ممكن نطبقها كـ VL أو ممكن يعني نستخدمها على أساس إنها VS بتساوي AVR زائد BIR اللي هو بيساوي IS في المسألة دي عشان كلهم سيريس مع بعض. فاحنا هنقول هنعوض بالقيمة اللي احنا جبناها في الإمبيدنس بتاعتنا اللي احنا جبناها بتاعت الـ R بتساوي GXL زائد الفولتج بتاعي بالفيز بعد ما جبناها من اول مطلوب فوق والزاويه بتاعتي زيرو لان هي ريفرنس. كده احنا جبنا الفي اس فيز. ناقص بقى ان احنا نجيب الاس اس. الاس اس دي اللي هي هتساوي 3 في اس فيز في الماجنيتيود بتاع اي اس فيز، بس احنا عندنا عايزين نجيبها كزاويه كزاويه وكماجنيتيود، فهنعوض في القانون ده. فاحنا هنقول التلاتة دي اللي هي بتاعت الفيز في الفولتج اللي احنا جبناه الـ VS الجديد بالزاوية بتاعته في الألف اللي هي بتاعت الـ IS اللي هي أصلا بتساوي الـ IR برضو في الزاوية بتاعته، والزاوية بتاعته حولناها الموجب عشان احنا هنا بنجيب الكونجكت بتاعه. كده يبقى احنا جبنا الـ SS كماجنيتيود وكزاوية. فاضل بقى الفولتج ريجوليشن اللي هو VS ناقص VR على VR، هنعوض ونجيبه. بعد كده عايز يجيب الافشنسي اللي هي بي ار على بي اس. فاحنا عارفين ان هنا من المثلث بتاع الباور ده عارفين ان البي بتساوي اس كوزاين سيتا اللي هي اس في الباور فاكتور. فاحنا كده احنا عارفين الاس ار وعارفين الباور فاكتور القديم بتاعنا. فاضل البي اس. البي اس دي هنجيبها من خلال انها الاس اس في الباور فاكتور، بس نخلي بالنا من حاجه ان الباور فاكتور هنا ده باور فاكتور جديد نتيجه ان احنا جبنا في اس جديده وجبنا في وجبنا اي اس جديده فالزوايا اتغيرت، عشان كده الباور فاكتور عند الستندنج بيبقى مختلف عن الباور فاكتور عند الريسيفنج. فهنجيب الباور فاكتور الجديد اللي هو كوزاين سيتا بي ناقص سيتا اي هيساوي كوزاين الزاويه بتاعه الفولت اللي احنا جبناها اللي هي البي اس ناقص الزاويه بتاعه الكارنت اللي احنا جبناها برده، هتطلع لينا دي هتطلع لاجنج. وبالتالي هنجيب البي اس من خلال ان احنا نضرب الاس اس اللي احنا جبناها الماجنيتيود بتاعها 433 في الباور فاكتور الجديد اللي احنا جبناه يطلع لنا البي اس، وكده نقدر نجيب الافشنسي بتاعتنا اللي احنا معوض في القانون اللي فوق ده عادي. وفي طريقه تانية ان احنا نجيب الباور فاكتور الجديد ان احنا نعوض على طول بالقانون بتاع الباور اللي هو 3 في فيز اي فيز كوزاين سيتا او كوزاين فاي يعني. فهنعوض بالقوانين اللي احنا جبناها وهنضرب في الباور فاكتور اللي احنا جبناه هيطلع علينا الباور على طول، وكده يبقى احنا جبنا الافشنسي. وفي ملحوظه ان الاكتف باور ملهاش زاويه. هنيجي بقى في الميديوم ترانسميشن لاين، هو ليه اثبات مختلف عن الاثبات بتاع الشورت ترانسميشن لاين لان انا في A B C D، وهنا احنا بناخد في اعتبارنا الكاباسيتنس بتاعت الترانسميشن لاين عشان كده بتبقى مختلف عن الشورت ترانسميشن لاين اللي احنا كنا بنعمل فيها التاثير بتاع الكاباسيتنس. فهنعوض في القوانين بتاعتنا كلها اللي هي قوانين كي في ال وكي سي ال كلها لحد ما نستنتج البارامترز بتاعتنا اللي هي هتطلع في الصوره النهائيه دي. وهنا مكتوب الخطوات ومكتوب كل حاجه، فهنمشي ورا الاسباس ونعرف الحاجات دي كلها جت منين سهله يعني. كده احنا جبنا البارامترز بتاعتنا، نعوض بقى في المعادلات بتاعه التوبورت نتورك بتاعتنا بالاي والبي والسي والدي اللي احنا جبناهم. وهنلاحظ هنا ان البي ان الاي اللي احنا جبناها هتساوي الدي. وفي برضو طريقه نتاكد منها ان البارامترز اللي احنا جبناها دي مظبوطه ان احنا بنجيب الديترمينانت بتاعتهم اي بي سي دي ولازم تطلع بواحد عشان نتاكد ان احنا جايبين البارامترز بتاعتنا صح. هنا في حاجه مختلفه عن الشورت ترانسميشن لاينز، في حاجه في الفولتج ريجوليشن. احنا عارفين الفولتج ريجوليشن القانون العام بتاعه هو الماجنيتيود بتاع الفولت عند النو لود ناقص الماجنيتيود بتاع الفولت عند الفول لود على الماجنيتيود بتاع الفولت عند الفول لود. هنا لما نعوض في المعادله الاولانيه بتاعه الفي اس هنلاقي عند النو لود ان الفي ار بتاعتنا هتساوي في اس على اي، فبالتالي هنلاقي ان احنا القانون بتاع الفولتج ريجوليشن بيساوي الفي، هو اصلا كان بيساوي دي الفي عند النو لود اللي هي هتبقى في اس على اي ناقص الفي ار اللي هي عند الفول لود على الفي ار. كده هو ده بس الاختلاف في الموضوع بتاع التي موديل او الباي التي موديل او الباي موديل حتى عن الشورت ترانسميشن لاين. الباي كونكشن
الباي كونكشن برضو هنمشي ورا الاثبات عادي زي ما مشينا في الاثبات بتاع تي كونكشن، وهنا كل الخطوات مكتوبه التفسير بتاعها وكل حاجه، فهنلاقي ان احنا بنمشي ورا الاثبات وبيطلع معانا سهل يعني كي في ال وكي سي ال عادي. وهنا برضو هنلاحظ ان الاي بتساوي الدي، ونتاكد برضو نعمل تشيك بتاعنا بالديترمننت انها تطلع بتساوي واحد، اللي هي اي بي سي دي تطلع بتساوي واحد. والفولتج ريجوليشن هيطلع نفس النظام، هنجيب الفي نو لود ناقص الفي فول لود على الفي فول لود. نو لود هيطلع ان الفي ار بتاعتي بتساوي في اس على اي، هنعوض بيها هنا وبعدين نعوض بالفي ار، والفي ار يبقى كده احنا جبنا الفولتج ريجوليشن بتاعت الباي كونكشن. هنا دي مسألة هنحلها بطريقة الباي كونكشن عادي، بس احنا اول حاجة بنعملها في اي مسألة سواء شورت او لونج او اي حاجة، ان احنا بنجيب البارامترز بتاعتنا اللي هي اي بي سي دي عشان نعرف بعد كده نعوض في المسألة عادي. فاحنا عارفين ان نحط بقى القوانين بتاعتنا الاي والبي والسي، والعارفين ان الاي بتساوي الدي، فهنجيب الاول هنلاقي ان القوانين كلها فانكشن في الزد والواي، يبقى احنا اول حاجة نجيب الزد والواي بتوعنا، الزد ار جي اوميجا ال، فهنعوض نجيب الار والجي اوميجا ال بتاعتنا بتساوي ده الفريكونسي بتاعنا في القيمة بتاعت ال ال بتاعتنا في طول السلك، عشان هو بيبقى دايما عاطيني ال ال بير كيلومتر او متر على حسب هو عاطيهولي ازاي، وبيبقى عاطيني الزد او الار برضو بير كيلومتر او بير متر على حسب هيديهالي ازاي، فبعوض في طول السلك. بعدين كده جبت الزد، بعدين جبت الواي، هعوض بقى اجيب الاي والبي والسي والدي. بعد ما جبناه هو عاطيني كان جيفن في المساله الفي ار، وانا فانا هجيبه هو اي جيفن في المساله بيبقى عاطيهولي بيبقى باللاين، فانا هعوض فيه واجيبه بالفيز، فجبناه كده بالفيز. واحنا عارفين بقى الحركه بتاعت الاس ار بتساوي 3 في ار في اي ار كماجنتيود، فهنجيب الاي ار كماجنتيود من خلال المعادله دي، جبناه كده كماجنتيود، ناقص نجيب الزاويه بتاعته، هنجيبه من حكايه الباور فاكتور اللي هو بيبقى عاطيهولي برده اكيد جيفن. فهنا في ملحوظة ان السيتا في ناقص سيتا اي دي بنستخدمها لما يكون الباور فاكتور لاجنج، وبنستخدم سيتا اي ناقص سيتا في لما يكون الباور فاكتور ليدنج. هنا في المسألة هو قال لي ان هو بيستخدم باور فاكتور لاج، فانا هقول ان هو وانا واخدة الفي ار زاويتي الريفرنس بتاعتي هتبقى بزيرو، فانا كده جبت الزاوية بتاعت الاي، كده جبت الزاويه بتاعت الكرنت والماجنتيود بتاع الكرنت برده، بقى عندي الاي ار معلومه وعندي الفي ار معلومه، وانا عارفه الاي والبي، يبقى انا اعوض في المعادله واجيب الفي على طول، بس هتطلع بالفيز لان احنا جايبين الفي ار بالفيز وجايبين الكرنت بالفيز برده، لان احنا عوضنا في قانون الاس بتاع الفيز، فعشان كده الفي اس اللي هتطلع هتبقى بالفيز. ولو عايزني اجيبها باللاين هعوض في القانون ده ان الفي لاين بتساوي جذر 3 في فيز زاويه 30 بتزود عليها زاويه 30. كده احنا جبنا الفي اس بتاعتنا باللاين او بالفيز على حسب ما هو يطلب مننا. فاضل ان احنا عايزين نجيب الاس اس، يبقى احنا لازم هنحسب الاس الاي اس، هنحسب الاي اس من المعادله بتاعتنا اللي هي بتاعه السبورت نتورك عادي يعني، هنعوض فيها تعويض مباشر، هنجيب القيمه بتاعه الكرنت نعوض في القانون بتاع الاس اللي هو 3 في فيز في اس فيز في اي اس فيز كونجكت عادي، هنجيبها ونعوض فيها، هنلاقيها جبناها كماجنتيود وكزاوية. وهنا غيرنا الزاوية بتاعت الكرنت او بدلناها يعني، لان هي اساسا تتضرب في الكونجكت. نبتدي بقى في الفولتج ريجوليشن. هو السؤال ده قال عليه مهم في المحاضرة، ان انا ازاي اجيب الباور فاكتور عندي لما يبقى في عندي زيرو فولتج ريجوليشن وعندي ماكسيمم فولتج ريجوليشن. اول حاجة انا عندي الفولتج ريجوليشن عارفين ان هو العلاقة بين الفي اس والفي ار، فانا لازم اجيب علاقة معادلة تربط الفي اس بالفي ار، ده في البداية. وهنا كمان هو بيقول لي عايز باور فاكتور، فانا لازم اجيب معادلة تربط التلاتة ببعض، يبقى الفي اس والفي ار والباور فاكتور. فهنجيب ان احنا هنشتغل شغلنا بنشتغل على الشورت موديل عادي، بعد ما نشتغل على الشورت موديل بنجيب المعادلة بتاعتنا بكي في ال عادي، ان هي هتبقى في اس دلتا بتساوي الفي ار الفولت عند الريسيفنج زائد الاي ار في الامبيدنس بتاعت الترانسميشن لاينز بتاعتي الترانسميشن لاين بتاعي. وهنا ده اثبات للحتة بتاعت ان احنا ازاي نعوض الزاوية دي الكوزاين وساين، دي هنمشي وراها برضه هنعرف هي جاية منين. بعدين المعادله رقم 2 اللي احنا جبناها اللي هو دي بتاعه الكي في ال، عوضنا عنها بقى وشلنا حكايه الزاويه كالزاويه اللي هي محطوطه كده، عوضنا عنها بالكوزاين والساين. بعد ما جبنا الحكايه دي هنساوي الريل بالريل والايماجينري بالايماجينري، هتطلع لنا المعادلتين دول. بعد كده هنربع المعادلتين دول ونجمعهم على بعض، هيطلع لنا المعادله دي.
يعني ربعنا الريل وربعنا الايماجينري عادي وجبنا كده الماجنيتيود بتاع الفي اس، لان احنا اصلا في الفولتج ريجوليشن بنعوض بالماجنيتيود فما يهمناش الزوايا بحاجه، عشان كده استخدمنا القانون ده عشان نجيب الماجنيتيود على طول بدل ما نرجع دماغنا بالزوايا. بعد كده هنفك الاقواس دي، هيطلع لنا المعادلات دي، الفي ار زائد في ار سكوير زائد اي ار سكوير في ار سكوير زائد اكس سكوير، هنا دي الامبيدنس بتاعت السلك بتاعي، زائد 2 في ار في ار كوزاين فاي زائد اكس ساين فاي. خلي بالنا ان الفاي دي هي الزاويه بتاعت اللود، لان دلوقتي هيظهر لنا الزاويه بتاعت اللاين، ففي فرق بين الاثنين، ان احنا اصلا ماشيين من الاول ان هو اي ان اي والزاويه بتاعتي ماينس فاي على حسب احنا بنستخدمه ليدنج او لاجنج. هنا لاجنج، لو كان ليدنج كنا هنحط دي بموجب، ولو باور فاكتور لو يونيتي باور فاكتور كده الزاويه هتبقى بزيرو. في السكشن بقى الباشمهندس حلها على اساس ان احنا على طول عوضنا عن الامبيدنس دي، عوضنا عنها انها زد بزاويه سيتا، والسيتا دي هتبقى الزاويه بتاعه اللاين غير الزاويه بتاعه الفاي اللي هي اصلا زاويه اللود. فخلي بالنا من الحته دي كويس جدا. كده احنا جبنا المعادله اللي بتربط بين الفي ار والباور فاكتور. عايزين بقى نجيب الكوزاين فاي عند الماكسيمم وعند الزيرو فولتج ريجوليشن. عند الماكسيمم فولتج ريجوليشن من القانون ده الماكسيمم عند الفي اس ماكسيمم، فاحنا هنعمل ايه؟ هنشتق المعادله اللي احنا جبناها بالنسبه للباور فاكتور ونساويها بالزيرو عشان نجيب الماكسيمم. كده احنا اشتقناها بالنسبه للزيرو بالنسبه سوري للباور فاكتور، هيطلع لنا دي، هيطلع المعادلة دي على طول اشتقاق عادي، يعني هنسويها بالزيرو، هيطلع لنا ال r sin phi بتساوي x cosine phi، يبقى tan phi r بتساوي x l x على r. x على r دي ان ال x وال r دول هما الزد بتاعت اللاين بتاعي، معنى كده وال x وال r بتوعي دول هنلاقي ان هما برضو بيساوي tan ال x وال r بتوعي دول بيساوي tan سيتا، السيتا دي اللي هي زاوية اللاين بتاعي. فهنلاقي ان احنا عند الماكسيمم فولتج ريجوليشن بيطلع علينا الزاويه بتاعه اللاين هي هي الزاويه بتاعه اللود. كده احنا جبنا الحاله بتاعه الماكسيمم فولتج ريجوليشن. عند الزيرو فولتج ريجوليشن هيطلع علينا ان الفي اس بتساوي الفي ار، عشان حتى عوضنا في المعادله دي على طول. بعدين هنعوض بقى في المعادله اللي احنا مستنتجينها من قبل كده، اللي احنا بعد ما ربعناها وجمعناها هتطلع علينا كده. فاحنا عارفين ان الفي اس بتساوي الفي ار عند الزيرو فولتج ريجوليشن، هنضيع دول مع بعض. يبقى احنا كده وصلنا للمعادله دي، هنقسمها كلها على اي ار زد. وصلنا للمعادله دي لان احنا قسمنا المعادله اللي فوق اصلا على اي ار زد، هيطلع لنا من المعادله دي الزيرو بتساوي، عوضنا ان احنا عارفين ان الار على زد دي اصلا الار على زد هي الكوزاين بتاعه السيتا، السيتا دي اللي هي الزاويه بتاعه اللاين، والاكس على زد هي الساين بتاعه الزاويه بتاعه اللاين. هنعوض عنهم هنا عشان نجيب القانون بتاع فرق الزوايا ومجموع الزوايا ده، هنعوض عنها هنا. يبقى انا جبت 2 فولتج 2 في ار بتساوي كوزاين، قانون ده فرق الزاويه بتاع الكوزاين، هنعوض بيه هنا. يبقى احنا جبنا الصوره دي، بعدين يبقى جبنا الفاي ار هتطلع بالصوره دي عند الزيرو فولتج ريجوليشن. عايزين بقى نحل الحاجات بتاعتنا بالرسم. دي الرسمه بتاعه اللاجنج باور فاكتور بنمشي فيها ازاي. بنقول ان احنا عندنا الفي ار، بنرسمه كده لان احنا بنعتبره ريسيفنج، بنعتبره ريفرنس، يعني الزاويه بتاعته بزيرو. بعدين احنا عندنا هنا في اللاجنج، فاللاجنج يعني الكرنت متاخر عن الفولت، يبقى الزاويه بتاعته هتبقى في السالب ودي زاويه اللاين. بعدين هنقول ان الكرنت عندي بيمشي في ار وبيمشي عندي في اكس، فهنزل هنا كده لان الار الكرنت بيبقى فيها انفيز مع الفولتج، فهننزل كده عادي بنفس الزاويه بتاعه الكرنت. وبعدين هنمشي عمودي علشان هنا الكرنت بيمر في الاكس ال، فالزاويه بتاعتها بتبقى 90. بعدين نوصل الفي اس بيهم مع بعض. يبقى احنا كده جبنا الفي اس بتاعتنا على حاله اللاجنج باور فاكتور. في اليونيتي باور فاكتور بقى هنلاقي ان هي الفي ار هتبقى الكرنت انفيز مع الفي ار، يعني الاي ار انفيز مع الفي ار على طول، فهنلاقي ان الاي ار ار اللي هي الاي ار اللي هي الاي ريسيفنج مضروبه في الار بتاعه اللاين، هنلاقيهم ان هما الاثنين ماشيين على نفس الخط. هنطلع على الزاويه بتاعه 90 درجه بتاعه الاكس، وبعدين نجيب المحصله بتاعتهم اللي هي الفي اس. في حاله الليدنج باور فاكتور هنلاقي ان احنا برضو بنمشي بنفس الخطوات، بس هنا الفرق ان الاي ار بيسابق الزاويه بتاعه الفولت، فعلشان كده تلاقي انت رسمناه في الجزء الموجب
وهنمشي بارلل بيه الجزء اللي ماشي في الاي ار ار ونمشي عمودي عليه وبعدين نجيب المحصله. يبقى احنا كده جبنا الرسمه بتاعت الليدنج واللاجنج واليونتي باور فاكتور. عايزين بقى نجيب الرسومات بعد ما الحالات دي قلناها اللي هي بتاعت الليدنج والليدنج والباور واليونتي باور فاكتور. هنقول بقى عند الزيرو فولتج ريجوليشن عايزين نثبت ان فعلا عند الزيرو فولتج ريجوليشن بيبقى في حاله الليدنج. فاحنا لو احنا رسمنا الفي ار عارفين عند الزيرو فولتج ريجوليشن لازم يبقى الفي ار بيساوي في اس. فاحنا هنعمل هنا دايره مركزها الفي ار ونفتح بطول الفي ار علشان احنا عارفين ان الفي اس يبقى لازم بتقع على الدايره دي عشان تساوي الفي ار في الماجنتيود. فهنرسم هنرسم الرسمه بتاعه اللاجنج. هنلاقي ان هي الرسمه اللي بالاحمر دي هنلاقي ان احنا لو رسمنا اللاجنج ومشينا وراها هنلاقي ان احنا مستحيل الفي اس بتاعتنا تقع على الدايره دي. لو اليونيتي برضو ماشينا بنفس الكلام هنلاقي ان احنا هنمشي الفي ار بعدين الاي ار ار اللي هي الاي ار ريسيفنج في الار في اللي هي الجزء دي في الامبيدنس بتاعه اللاين. وهنطلع كده بالجزء العمودي هنلاقي ان الفي اس برضو مستحيل تقع على الدايره دي اللي هي اصلا المفروض يقع عليها الفي اس. بعدين هنرسم الليدنج هنلاقي ان الليدنج لما نطلع كده بزاويه بالبارلل الاي ار اللي هو ليدنج اصلا ونمشي عمودي منه الزاويه اللي عشان الزاويه بتاعت الاكس ال 90 هنلاقي ان احنا هنا ممكن نقطع الدايره دي في نقطه. عشان كده بنقول ان الزيرو فولتج ريجوليشن بيحصل عند الليدنج باور فاكتور. نيجي بقى للاثبات بتاع الماكسيمم بعد ما ثبتنا الزيرو فولتج ريجوليشن هنستنتجها بدل المعادلات هنستنتجها بالرسمه دي. هنرسم الرسمه بتاعه الليدنج عادي هنلاقي ان احنا عند الزيرو فولتج ريجوليشن الفي ار بتساوي الفي اس. هنلاقي انه عندنا مثلث متساوي الساقين وانا عندي المثلث المخطط ده هلاقي ان انا عندي الاي ار اكس وعندي اي ار ار في بينهم زاويه عمودي يبقى طول الضلع ده على طول الاي ار زد فيثاغورس. وبما ان المثلث ده متساوي الساقين يبقى الحته دي هتبقى اي ار زد على 2 ودي برضو هتبقى اي ار ستة على 2. بعد كده بقى هنطبق عند الحتة دي. احنا عارفين ان مجموع الزوايا هنا هيبقى 180 درجة لان كلهم على استقامة واحدة يبقى 180 هتساوي فاي ار اللي هي زاوية الكارنت لما يكون ليدنج. لما رسمنا دي هتبقى بارلل لدي فهيكون هنا الزاوية في فاي ار زائد السيتا. وقلنا دي سيتا دي اللي هي زاوية اللاين. ليه قلنا ان هي زاوية اللاين؟ لان احنا لما نجيب الكوزاين او الساين بتاعها هنلاقيها ان هي نفس القيم بتاعت الزاويه بتاعه اللاين عشان كده سميناها سيتا. بعدين زائد كوزاين انفرس اي ار زد على 2 على الفي ار اللي هو المجاور على الوتر. الوتر هو بيقابل الزاويه ال 90 درجه فهيبقى الفي ار على المجاور اللي هو اي ار زد على 2. كده احنا جبناها وثبتناها من خلال المعادلات. برضو هنا في نوت برضو على حكايه ال 180 دي في الرسم غير المعادلات هتبقى موجوده برضو اثباتها هنا وثبتها مش اثبات يعني تفسير.